السلام عليكم بنياتي وليداتي اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفه جديده، وفي نهار جديد. اليوم بنياتي تحت المتتبعات والمتتبعين، اليوم بنياتي غندير لكم واحد الوصفه هائله لمرض الربو. كلشي الناس كيعانيو من مرض الربو، وكثير في الايام ديال البرد. الله يجيكم بناتي بنياتي، راني كنت مريضه، ضربني البرد، باقا الصدر ديالي كيتخشش ليا، ولكن بفضل هذه الوصفه اللي غنوريكم اليوم، وليت شويه مشى ديال الصوت ما كانش عندي. وبهذه الوصفه اللي غنوريكم اليوم اللي غنشاركها معكم، راها وصفه هائله، ما نقولش لك حبيبه احبابتي وبنياتي كاملين، راه ما نقولش لكم هذه الوصفه بمكون عندنا في المطبخ ديالنا، هو أونتيبيوتيك، مضاد حيوي طبيعي، بلا ما تشريو داك الأونتيبيوتيك ديال الصيدليات، لأن مخصش الناس يستعملو داك الأونتيبيوتيك بزاف. كيقولو لي ملي كيشوفوني كيقولو لي شري الأونتيبيوتيك، لكن أنا مكنستعملش أونتيبيوتيك بزاف، لأن الأونتيبيوتيك كيطيح المناعة، مكيخلينيش المناعة عندنا، وكيداوي حاجة وكيصدق شي حاجة أخرى. وايضا انا هذوك الادويه ديال المضادات الحيويه تيخرجوا لي حساسيه في الجسم ديالي، تيولي عندي الحكه وهرش في الجسم ديالي، ما كيوافقنيش انتيبيوتيك نهائيا. اليوم بنياتي غندير لكم واحد الوصفه ديال انتيبيوتيك طبيعي، بواحد المكون طبيعي عندنا في المطبخ ديالنا. غير تابعوا الوصفه من اول الى اخر، وما تنساوش بنياتي مشاهده، راه ما كاينش المشاهده بنياتي نهائيا. اللايك الفيديو، من لايك الفيديو ما غتخلصوا عليه ما والو، اللايك عاد كيرفع الفيديو باش يشوفوا اكبر المشاهدين. وما تنساوش شي تعليق يكون زوين. والبنياتي اللي كيتصلوا بيا في الواتساب اللي ما جاوبتهاش، عرفوني انا كنت مريضه وعيانه، وخاصني غادي نولي ندير لكم شي حاجه لهذاك الواتساب باش نستافد منه، لانني ما كنستافدش من المشاهده. خاصني ندير لكم شي اقترحوا عليا اش غادي ندير في الواتساب معكم باش نستافد شي حاجه، باش نولي عندي مستفيده. نتوما كتستافدوا، لكن انا ما كنستافدش، كنستافد غير الوقت، وكنعطي لوقتي وكنعطي جهدي وكنعطي بزاف الجهد. كتقول يا بنتي راه كتخدمي مع البنات بزاف في الواتساب، ان شاء الله يكون هادشي، ولكن ما كيكونش المشاهده نهائيا، البارطاج والمشاهده ما كايناش. بغيتكم تشوفوا لي شي حل اللي نديرو لكم في الواتساب باش نولي نستافد ان شاء الله. يعني راه حتى هو كاين اجر مع الله، لكن الاجر ديال الدنيا باش راك عارف المشاغل والصير، وضروري الانسان كيبغي اجر ديال الدنيا اللي باش يتماشى معاه مع الوقت. مثلا لان الانسان كل عمل له اجر كما كنقولوا، هادشي بغيت نقول لكم، والفاهم كيفهم. بسم الله على بركه الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله على بركه الله. غنوريكم المكون هو الثوم الاحمر او الثوم كما بغى يكون. الثوم راه فيه ماده طبيعيه، أنتيبيوتيك طبيعي، كيعالجنا بزاف المشاكل. غير اشنو كديرو ليه؟ ساهلة هاد الوصفة نهائيا. كتاخدو فص واحد ديال الثوم، تقشروه وتبلعوه على الريق بالماء دافي، على الريق قبل ما تفطرو تبلعوه هاد الفص تاع الثوم، إن شاء الله فص واحد كتقشروه، ولا جاكم كبير تقطعوه كم بحال كتقطعوا حبات من الاسبرين او دواء، كتقطعوه مربعات وتبلعوه وتتكملوا الفص. مهم تاخذوا فص على الريق، على الريق دائما يوميا. اللي عنده الربو غيتفك من الربو، ما غاديش يبقى عنده الربو نهائيا، لان كينقي الرئتين من كل الاوساخ، كينقي الجسم من كل المشاكل. التنفس الرئوي كيولي مزيان، كينقي الجسم من الكوليسترول الضار. يعني اللي عنده مشاكل الكوليسترول الضار او كيخاف من جلطه دماغيه او جلطه قلبيه، كيحيد هذا المشكل، كينظم
الضغط الدموي، الضغط المرتفع، تيهبط الضغط المرتفع، يعني مزوين اللي كي ينظم الانسولين في الجسم، اللي عنده المرض السكري تهو مزيان ليه. عيب فص واحد على الريق غديرو يوميا يوميا فص واحد غادي يعالج لكم شحال من مرض تبارك الله. مع ان هاد الثوم راها معجزه اللي ما كيغيروش الاطباء بهذا الفص، غتعالجي فروه ديال الشعر من القشره بالبلع، يعني غتبلعيه القشره ما غتبقاش عندك، الشعر غادي يولي عندي الموك بغزاره لان كيرفع المناعه ديال الجسم، كترفع المناعه كي يقيم من الشيخوخه المبكره، ما كتبقاش عندك لا تجاعيد وبزاف ديال المتتبعات ديالي تيسولوني السر ديال التجاعيد اللي ما عندكش في الوجه. سر التجاعيد ديالي هو بلع الثوم على الريق دائما. انا كان لان عندي مشكل ديال الطونسيون، الضغط الدموي مرتفع، وخا عندي الادويه ما كنعتمدش على الادويه، كندير الثوم ضروري ما كيخطانيش، كنديرو كنبلعو على الريق. على الريق كتاخذ، ولا كان ضربك البرد كتاخذ لي هاد الثوم تبلعيها على الريق يوميا تغتشوفي. المره الاولى ملي كتكون عندك ضربك البرد اش كيما درت انايا، كيكون ضربك البرد كتولي كتخرجي داك البرغوم، داك كما نقولوا حاشاكم التنخيمه، داك كتولي تخرجيها من الجسم ديالك. وتكثري من شرب الماء، ملي ديري تبلعي الفص تاع الثوم تكثرين الماء، شرب الماء بالماء مزيان اللي غتقولوا لي غادي يضرنا في المعده. لا، الا شربتوا مع هذاك الفص تاع الثوم الماء ما يضركمش في المعده، كان الماء تيخلي كيلعف في الماء في المعده ديالنا، وغادي يدير النتيجه ديالته، غادي يعالجنا الكوليسترول كما قلنا، يعالجنا السكر المرتفع اللي كنا مرض السكري عندنا مرتفع او الخزان مرتفع، ما غاديش يبقى يعني الكوليسترول الضار، ما غاديش يبقى عندنا يعني غادي يقينا من المفاصل. اللي كان عندك المفاصل الكبد ضارينك، ما تقدرش تصلي، ما تقدرش اي مفاصل، عندك شي الام في ديال المفاصل، الثوم الا بلعتي فحبه ديال الثوم يوميا على الريق غتقي، ما غتبقاش تمشي عند الطبيب نهائيا. ثقوا بيا، راها وصفه مضمونه، جبت لكم هذه الوصفه كتهرس كل شيء الامراض، يعني كتحيد كل الامراض. هاد الفص تاع الثوم معجزه تبارك الله، هاد الفص تاع الثوم اللي غادي تبلعوه على الريق. وغنقول لي واش غنهرسوه، الا هرستوه او يعني غادي يمشي المفعول ديالو، غادي الزيوت ديال الطياره غتمشي ليه، لكن الا بلعتيه صين ما غادي يبقاو دوك زيوت الطياره والمنافع ديالو غتبقى تخدم في الجسم ديالك. ما غاديش تهرسوا الفص تاع الثوم، هاد الفص تاع الثوم ما تهرسوه ما تحكوه ما والو، غتقولي غنحكوه نديرو مع الماء او الحليب ونشربوه على الريق. لا، يستحسن تبلعوه صين، الا كان كبير قدو تقطعوه، قطعوا على ثلاثة أو على اثنين وتبلعوه بالماء الدافئ، أحسن الماء الدافئ، لأن الماء الدافئ مع الصباح الباكر مزيان. وتكثروا الماء، يعني ما ديروش عكويس صغير، ديروا كاس كبير ديال 200 ملي وشربوا به هذا الفص تاع الثوم يوميا على الريق، يوميا على الريق، وغتشوفوا المعجزات، غتشوفوا أي مشاكل، ما غتبقى عندكم حتى شي مشاكل ديال الكوليسترول، ما غاديش يبقى عندكم مشاكل ديال الضغط المرتفع، ما يبقاش تقيكم من الشيخوخه المبكره، الشعر غادي يولي عادي نكونوا بغزاره، القشره ما غتبقاش، يعني غتشوفوا الصفاء ديال الوجه ديالكم من خلال داك الفص تاع الثوم، لان الفص تاع الثوم راه اونتيبيوتيك طبيعي كيرفع المناعه. وكيرفع حتى الناس اللي ما عندهم لا مرض والو، ولا داروا هاد الفص تاع الثوم كيبلعوه يوميا غادي يتقيو من امراض معديه، غتكون عندهم مناعه مرتفعه، ما غتخافوش منه، لان غيدير لكم واحد المناعه غديرها لكم، يعني درع، غتولي عندكم درع في الجسم ديالكم، اي مرض ما تعداوش به، لان كتكونوا عندكم المناعه مرتفعه من خلال هاد الفص تاع الثوم. ودوكا جبت لكم هاد الوصفه، نتمنى بنيتي هاد الوصفه ديال تبلع الثوم على الريق تكون تفيدكم، ولا فاتكم بنيتي رجعوا كتبوا لي تعليق باش يستافدوا الناس،
اللي غير اللي باش يستفيدوا الناس اللي ما داروش. وكنقول لكم ابنياتي البلع تاع الثوم او الثوم تاع حامل راه بحال بحال، حتى اللي كنكون تاع حامل كنقول لكم الثوم تاع حامل من الدبر اللي كيتشوى وكيتدهن بالزيت اللي باش يسهل انزلاقه من الدبر، راه حتى هو نفس هو كيرفع المناعه حتى هو كيدير نفس النتيجه اللي كيديرها بلع الثوم. يعني اما بلع الثوم كيكون افضل واكثر، اذا بلعتو فصع الثوم على الريق غادي تلقاو الهوايل. ما نقولش لكم هاد الثوم راه معجزه. وهذا الفصع الثوم اللي غتبلعوه على الريق غنلاحظ، غنقول لكم السيدات والنساء اللي كيعانيو من الحكه والهرش في المهبل، اللي كتكون عندكم حرق ديال البول وعندهم حكه، بزاف السيدات كيكتبوها في التعاليق بلعي فصع الثوم يوميا على الريق ما غاديش يبقى عندك، غادي يولي يدير لك اضرار تاع البول وغادي ينظف لك المتانه من كل الميكروبات وما تبقاش عندك هاد الحكه وهاد الهرش في المهبل ديالك. تعالج مشاكل، اي مشاكل ديال المهبل الرحم، اي حاجه اللي كتكون عندك في السيدات الجهاز ديالها ما غادي يتعالج من هذاك الفص تاع الثوم، راه معجزه هذاك الفص تاع الثوم. هادشي بغيت نقول لكم ابنياتي، ونطلب منكم ابنياتي بارطاجيو هاد الفيديو اكبر عدد من الناس اللي محتاجين هاد الفيديو، اللي ضربهم البرد، اللي كيعانيو من ضيق التنفس من الربو، اللي كيدير الرابوز. الا درتو هاد الفص تاع الثوم غتفكوا من الرابوز، ما غاديش يبقى عندكم الرابوز، غير ديروا هاد الفص تاع الثوم ورجعوا ليا، راه معجزه. ما نقولش لكم، الا قلت لكم هاد الوصفه راها مجربه مني شخصيا، هاد الفص تاع الثوم راه معجزه ديال البلع ديالو. غتقول لي المده قداش، نتوما المده قد ما بدكم، ديروها شهر، ديروها اكثر من شهر، ثم غادي تشوفوا بلعوا عاد فص تاع الثوم على الريق وتبقاو واحد نصف ساعه او اكثر وعاد فطروا عادي يوميا ساهل، ما غاديروا حتى شي حاجه. كي غطي لك الصباح غتمشيو للمطبخ ديالكم غتنقيو داك الفص تاع الثوم صافي وتبلعوه صافي ساهل. تبلعوا داك الكاس يكون شويه فاتر، يعني ما بارد ما سخون، فاتر بلعوا بها وشربوا الماء مزيان، شربوا الماء مزيان عاد بقى واحد المده، وهذيك المده اللي كتبقاو فيها شربوا فيها الماء. قد ما شربتوا الماء راه كينظف لكم المتانه، كينظف لكم الكليتين، كينظف لكم المراره، كينظف لكم كل شيء جهاز ديالنا، جهاز ديال المعده، جهاز التنفسي، جهاز اي جهاز كيتنظف لينا، حتى اللي كيعانيو من التهاب المفاصل حتى هما هاد الثوم راه كيداويهم باذن الله. غير مجرد بلع فص تاع الثوم، مجرد بلع فص تاع الثوم يوميا على الريق غتلقطري المعجزات في هذه الوصفه. وصفه هائله ومجربه ومضمونه ومجربه مني شخصيا، وهذا هو الوصفه ديالتي. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.